كتير كتير عشت اللقاء قبل ما يتم، عشت بشكل افتراضي يعني، لأن هو كان حلم وأنا حدا ما بستسلم يعني، دائما بسعى لتحقيق أحلامي، وخاصة أحلامي مشروعة وليست. فكنت أعيش هاي اللحظة دائما يعني، ما ببالغ إذا بقلك بشكل يومي، وبشكل يومي بالأخص يعني وقت اللي بدي نام استسلم للنوم يعني، كنت أفكر ودائما أطرح السؤال إنه يا هل ترى اللي عم بحلم فيه رح يصير؟ وأنا جاوب نفسي أقول أكيد رح يصير، وصار. أول ما طلعت من باب المطار يعني ما شفت حدا غيره، هو كنت عم أسمع أصوات الحمد لله على السلام الحمد لله على السلام، بس ماني مجمعة. هلأ هو كان يعني بده يحضني أكتر، وأنا بدي أشوف وشه مشان أتأكد إنه خلص يعني التقينا يعني، قال له خليني أشوفك خليني أشوفك يرجع يحضني. اللحظة ما بقدر أوصفها صراحة يعني، ما يعني ما عندي قدرة، ما عندي قدرة على وصفها أطلاقا. كان كنت قلق قبل اللقاء، قلق يعني. أنا مشتاق لمروة، مروة الطفلة، مروة الدلوعة، غنوجة أبوها. كنت خايف ما لاقيها بعد 12 سنة لاقي حدا تاني، بس لا الحمد لله.